السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وأقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم خير الحديث. والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، وهو تعزيز المناعة. واللي هتكلمكم عن الموضوع ده أكتر ضيفتنا اللي منورانا، الأستاذة رقية موسى، الشخصية الناجحة والشخصية الطموحة الذي شغلت عديد من المناصب ومنها مدير عام البحوث وتأكيد الجودة. نرحب بضيفتنا أستاذة رقية موسى، أهلا بيكي. اهلا وسهلا، واهلا بالساده المشاهدين وبالقناه الجميله اللي فيها المعدين والشباب الجميل. واهلا وسهلا، وربنا ان شاء الله يوفقنا ان شاء الله حلقه تفيد الناس ان شاء الله يا دكتور. طب يا دكتوره، النهارده بقى كلمينا ازاي نعزز المناعه في ظل الظروف بقى اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي. والله احنا دايما بنلجأ للحاجات الطبيعيه، وانا شايفه من ضمن المنتجات الطبيعيه والحاجات الطبيعيه جدا بالنسبه لتعزيز المناعه هو منتج جنين القمح. جنين القمح ده يعني كنز غذائي، يعني سبحان الله حاجه فيها زي صيدليه كده غذائيه. يعني ده انا عايزاك تكلمي النهارده الجمهور وتقول لهم بقى ايه هو منتج جنين القمح. منتج جنين القمح ده منتج بيطلع من حبه القمح في الطحن، في المطاحن. ومنتج الحقيقة يعني بيحتوي على العناصر الغذائية الكاملة، بيفيد الصحة العامة وبيفيد الأطفال والشيوخ والكبار والحوامل وكل الفئات العمرية. يعني هو ليه فوائد عديدة عديدة جدا. طيب صيدلية. طيب ده من ضمن من الطبيعة بتاعته، من ضمن الفوائد بتاعته ان هو ينفع يكون مكمل غذائي. هو بالفعل مكمل غذائي لأن هو بيحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن اللي هي بتعزز المناعة. وإحنا في ظل جائحة كورونا أنا أنصح باستخدام الجنين القمح ده في الأكل. هو بيترش على السلطة، يعني هو ممكن نحطه على السلطة، نحطه في السيريلاك بالنسبة للأطفال، نحطه في الفواكه اللي هي يعني سلطة فواكه، المثلجات اللي هي الايس كريم، يعني بيخش في عديد من المنتجات. وانا الحقيقه عملته في صوره بسكويتات وحاجات، يعني منتج بالعجوه علشان يدخل في الكحك كمان، يعني كحك وبسكوت العيد ممكن ندخل فيه جنين القمح لانه بيساعد على تخسيس الجسم، لانه فيه اللي هي التوكوفيرول اللي هو فيتامين ه اللي هو بيساعد على ليونة الشرايين. تمام، معذرة يا دكتور، ولكن معنا الدكتور علاء غندور مداخلة لحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بك. ألو. أيوة معي. ألو. ألو. أيوة. إزاي حضرتك يا دكتور؟ الله يسلمك بخير. حضرتك يا دكتور تشرفنا باتصال حضرتك. أنا معك سما. ألو. ايوه معلش انا مش متابع الحلقه لان انا مش قدام التلفزيون. تمام، فاسالي وانا جاوب. طيب احنا دلوقتي معانا الدكتوره رقيه موسى، معاها منتج جنين القمح. نعم. هي بتقول دلوقتي ان هو مكمل غذائي وبيشارك في فوائد عديده. فانت يعني عايزين رأي حضرتك في الموضوع ده يا دكتور. معلش انا مش عارف ايه المنتج وفوائده ايه. طب خلي يعني طب خلاص يا دكتور، ممكن تشرفنا باتصالك بعد الحلقة يا دكتور. خلاص يعني معذرة يا دكتور الاتصالات قطع، ولكن نرجع لموضوعنا تاني. حضرتك دلوقتي احنا بنعتبر ان منتج جنين القمح دلوقتي ان هو مكمل غذائي. تمام. انت حضرتك بقى كلمينا عنه بصفة عامة. والله هو يعني منتج جنين القمح ده هدية ربانية كده جاية من عند ربنا للبشرية. وللأسف الشديد الصعوبات اللي كانت بتواجهنا في ان احنا نحصل عليه ان معظم المطاحن مش بتهتم بالجزئية دي، لان المفروض ان يبقى فيه اوبشن. يعني بعض المطاحن فيها الاوبشن اللي هو بيطلع المنتج الجنين القمح، وغالبية المطاحن ما فيهاش الاوبشن ده. فاحنا يعني بنوجه رسالة لكل المطاحن
ان هي تهتم بانها تستخرج المنتج ده ده يا زيه دكتور، زي الردة وزي الدقيق وزي كده، لانه هو مفيد جدا. وبعدين يا دكتور هو ال اصلا 20 كيلو دي، تمام 20 كيلو قمح بيطلع نص كيلو جنين قمح. يعني هو اصلا يا دكتور هو بيبقى عبارة عن ايه جنين القمح ده؟ جنين القمح ده اللي هو الجزئية، جزء من حبة القمح اللي تمام هو بيتكاثر منه نبات القمح، تمام يا دكتور. ده بيبقى موجود في حباية القمح، بس يعني نسبته في حباية القمح 2.5% فقط. تمام وهو يعني سبحان الله، يعني في فوائد عديدة جدا لجميع المراحل العمرية، وزائد كمان انه بيعالج امراض، يعني بيعالج امراض المفاصل، تمام بيعالج يعني بيدي طاقة للرياضيين، يعني ممكن صالات الجيم تستعمله، بالذات خاصة الزيت بتاعه، لأن الزيت بتاعه ده سحر، إنه بيساعد على شد البشرة ومحاربة الشيخوخة والتجاعيد، أيوة. ومهم كمان للشعر هو يا جدا. دكتور زي ما كل شيء ليه فوائد أكيد ليه أضرار، هو فإيه طبعا بقى أضراره؟ اي حاجه بتستخدم باستخدام خاطئ طبعا بتعود على الجسم بالضرر، فاحنا المفروض ان احنا خير الامور الوسط، يعني دايما الحاجه اللي بتبقى معتدله، واخده بالك، هي دي اللي بتبقى بتفيد الجسم. يعني يعني أنا لازم يا دكتورة أستخدمه بطريقة معينة؟ هو استخدامه يعني من 8 ل 9 جرام، ما يعملش حاجه، من 8 ل 9 جرام في اليوم. تمام. ده لو انا زودت الكميه شويه، ما في ناس تقول لك لا ما انا ممكن ازود، او ممكن تحط كده من غير لا، احنا ما تقدر بالكرامات. بننصح الناس اللي هيستخدموه خام من 8 ل 9 جرام. الناس اللي هتستخدمه ككبسولات، او يعني اللي هي زيت، الزيت نفسه ده بيبقى مكمل غذائي بيوصل ل 1000 وحدة، زيه زي فيتامين ه بالظبط. تمام يا دكتور. طب دلوقتي يا دكتور انت حضرتك دلوقتي يعني اشتغلتي على التجربة دي، تمام، ايه الصعوبات بقى اللي واجهت حضرتك خلال اختراعك للمنتج نفسه؟ انه كمية المنتج على مستوى المطاحن قليلة جدا، تمام بنلاقي صعوبة في الكمية نفسها اللي هي هنستخدمها في الايه، في عمايل المنتجات. وده يعني انا بنتهز الفرصة بان احنا نشجع الشباب للدخول في هذه المشاريع، اللي هي المشاريع اللي هي زي جنين القمح ده، يدخل في منتجات زي البسكويتات، زي ده الحاجات اللي هي طب هما دلوقتي يا دكتور الشباب دلوقتي يدخلوا فيه ازاي، وخاصة ان احنا دلوقتي يا دكتورة في ظروف صعبة بتمر بها البلاد اللي هي ظروف فيروس كورونا؟ والله هو المنتج ده سعره في متناول الجميع، ويعني ممكن حتى ربة المنزل تستخدمه، تعمله للأسرة بتاعتها في صورة بسكويتات، في صورة كحك، بيتضاف بنسب معينة، واللي عايز النسب دي ممكن بعد الهوا، بعد الحلقة، يبقى يتصل على التليفونات اللي موجودة على الشاشة. طيب يا دكتور ده دلوقتي يا دكتور لو انا مثلا قصفة معايا مثلا مبلغ وعايزة ادخل بيه في مشروع، هل يجوز ان انا ادخل في هذا المنتج؟ قوي قوي، لانه بسيط وسهل، والمنتج نفسه عمايله، يعني المشروع نفسه مربح، وفي نفس الوقت سهل بامكانيات بسيطه جدا. تمام. طب دلوقتي يا دكتور انت دلوقتي بتطلبي ايه بقى من الجمهور اللي بيسمعنا عشان نخلي المنتج بتاعك يبقى اكبر منتج وان هو يبقى ماشي في السوق بصورة مستمرة؟ والله انا يعني اللي عايز يعرف المنتج ده بيتعمل ازاي، التكنيك، المواد اللي هي هتخش، مواد الخام اللي داخله في المنتج، اي حاجه تخص المنتج، النسب اللي هتضاف، كل الحاجات دي انا بعملها لوجه الله. اللي عايز يتصل بعد الهوا، بعد الحلقه، ونقول له كل حاجه، ونديله يعني دراسه جدوى للمشروع لو هو عايز. طيب ده احنا دلوقتي يا دكتورة في ناس كتير جدا دلوقتي متخوفة ان هي تنزل من بيوتها عشان الظروف طبعا، دلوقتي لو انا عايزة اشتغل في المنتج بس من خلال البيت، ان انا بقى انزل ولا اطلع، او ليكن مثلا في ربة اسرة عندها اطفال؟ يعني في دلوقتي السوشيال ميديا سهلت الموضوع ده، بقى عن طريق الاونلاين الناس بتعمل وبتعرض منتجاتها،
والمسألة بقت بسيطة وسهلة يعني. يعني اللي هو اللي عايز يدخل مع حضرتك في المنتج يا دكتورة يدخل، حتى لو هو قاعد في البيت ممكن يستخدمه من خلال السوشيال ميديا. قوي قوي، زي بقية المنتجات اللي بتعمل عنها إعلانات على الأونلاين وبيع أونلاين، اللي هي السوشيال ميديا عموما يعني، والمواقع وكل الحاجات دي. طيب ده يا دكتورة دلوقتي انت كلمتينا عن المنتج وقلت لنا ان هو بيساعد في حاجات عديدة جدا، ولكن انت كنت اتكلمنا مع بعض قبل الحلقة فقلت لي يعني ان هو بيساعد على زيادة الوزن او خفضان الوزن. امتى بقى منتج جنين القمح يخلي الشخص، يعني مثلا لو انا مثلا وزني 40 كيلو مثلا، تمام، وعايزة مثلا اوصل مثلا للوزن اللي هو المثالي مثلا. هو بقى ايه الـ بالنسبة للجنين القمح، هو ممكن يعني ممكن يزود الوزن عن طريق اضافته للحاجات اللي فيها، مثلا زي اللي هي الباتيه بالعجوه، الحاجات اللي هي بتضاف ليها يعني حاجات تانية غذائيه بتعزز من القيمه الغذائيه، وفي نفس الوقت بتزود الوزن. يعني انت دلوقتي يا لكن دكتوره بتقول لنا دلوقتي ان منتج القمح دوت لو نضفنا جنين القمح، جنين القمح لو ضفنا ليه دلوقتي منتجات تانية هتساعد؟ لو ضفنا لو دخلناه في منتج فيه عجوه مثلا، تمام. ده كده هيزود لنا الوزن. طيب لو انا لو انا استخدمته عايزه بقى اقلل الوزن، اعمل ايه؟ اخد كميه احنا بسيطه دلوقتي جدا. بنتكلم على زيادة الوزن، تمام. لا انا كصفة مثلا ما بحبش العجو او مثلا ما بحبش الشوكولاتة، تمام، فايه دخله في الكيكه. في الكيكة؟ وكمان هيوفر لي اقتصاديا في كميه البيض اللي بتضاف. ليه بقى؟ لان هو لونه بطبيعته يعني هو كده طبيعي، خلقه ربنا لونه اصفر. فانا لما البيضه لما بتحطي البتاع ده الكيكه لما بتحط لها بيض، واخده بالك، تمام. جنين القمح هيقلل كميه البيض اللي انت بتستخدميها في عمايل الكيكه، وهيديك اللون الاصفر، هيديك النتيجه النهائيه، وزائد بقى طبعا القيمه الغذائيه. تمام. طب دلوقتي يا دكتورة بقى احنا اتكلمنا عن زيادة الوزن، اه لو انا بقى مثلا وزني مثلا 100 كيلو مثلا وعايزة انزله بقى للوزن المثالي، تمام، ازاي بقى ان انا استخدمه عشان الوزن ينزل؟ هو يعني بالنسبة للوزن اللي هو اللي هي التخينة واللي عايزة تخسس نفسها يعني، هو يفضل اللي هي المكمل الغذائي اللي هو كبسولات اللي هي الزيت اللي هي بتتباع، اللي هي أصلا فيها الزيت بتاع جنين القمح، زائد ان اللي هو هي عايزة تستخدمه خام يترش على السلطة أو الخضروات أو علبة الزبادي تحط عليها قيمة مثلا ايه معلقة صغيرة يعني من 8 ل 9 جرام. تمام. طب يا دكتور الناس اللي هي مريضة قلب، ده ممتاز لمرضى القلب، اللي هو بي بي اللي هو في مادة التوكوفيرول اللي هي بتمنع الكوليسترول الضار بالنسبة للجسم، فبيتقلل من خطر الجلطات يا والحاجات دكتور دي. زي ما احنا عارفين ان مريض القلب دايما بيبقى عنده موضوع اللي هو بيبقى تخين شوية، تمام، لا فهو ده في مريض قلب رفيع لا وفي يعني. تخين برضه، احنا دلوقتي بنتكلم عن الشخص التخين. فالشخص التخين ده لو احنا عايزين ننزل الوزن بتاعه لو اخد جنين القمح ليه اضرار؟ لو خده بكميات كبيرة ممكن يسبب له أضرار. ما شوفي، بصي كل حاجة لا فوائد. باعتدال، وكل حاجة سلاح ذو حدين يعني، ممكن تستعمليها في انها تجيب فايدة، وممكن على الوجه الاخر تجيب ضرر لو هي استعملت بطريقة خاطئة. تمام. طب دلوقتي يا دكتور انت طبعا من خلال تجربتك للمعمل اكيد واجهتك صعوبات، ايه بقى الصعوبات اللي واجهت حضرتك في المنتج نفسه ولا ما كانش فيه اللي هو صعوبات؟ لا هو بالنسبة للتحاليل والمعامل ما فيش صعوبات، هو بس ايه يعني لما عشان اطلع كمية زيت من الجنين القمح في المعمل عشان استخلصه، باخد كمية جنين قمح كتيرة يعني، مش كمية قليلة عشان اطلع يعني، زي ما انا قلت لك كده ال 20 كيلو قمح بيطلعوا لنا نص كيلو جنين قمح، تمام. فده طبعا يعني ايه مكلف جدا ان احنا نستخرج الزيت، بس طبعا على السكيل الكبير بالنسبة للشركات اللي هي الأدوية والحاجات دي بيبقى عندهم طبعا الإمكانيات أكتر
ويقدروا ان هم يستخرجوا طيب. المنتج يعني. طب دلوقتي يا دكتور، دلوقتي من خلال المنتج دوت تمام، كلمينا عنه اكتر، يعني انا عايزه الناس تستفيد منه اكتر. والله يعني انا شايفاه ان هو منتج بيعزز مناعة الجسم، يعني احنا كل اللي احنا كلمناه دلوقتي دار حوالين فوائده، وان هو بيعزز المناعة، وان هو في ظل جائحة كورونا ده حاجة طبيعية جدا، بترفع من مناعة الجسم. طيب انت قلت لنا دلوقتي يا دكتورة، انت دلوقتي قلت لنا ان هو دلوقتي الجنين القمح ده بيستخدم للاطفال، كلمينا بقى عن الاطفال وازاي نخليه مكمل غذائي. دكتور احنا على الهوا، احنا على الهوا، احنا على الهوا. كمكمل غذائي بالنسبة للأطفال بيتضاف للسيريلاك، يتضاف للخضروات اللي هي مهروسة، يعني يتضاف في صورة مع الفواكه نفسها، سلطة فواكه كده يعني. ده للأطفال اه ده بالنسبة بس برضو ما نزودش. ليه؟ لأنه هو برضو الناس اللي عندها حساسية للجلوتين، واخدة بالك، تمام. تمام يعني ممنوع عنها ان هي تستخدم المنتج ده. جميل جدا. طيب يا دكتور دلوقتي يعني المنتج دوت ليه فوائد عديدة تمام. لو واحد بقى مثلا مريض روماتويد بيساعده ازاي؟ شوفي، هو بيحتوي على فيتامينات، فيتامين بي اللي هي بي 1 وبي 6 وبي 12، وكل الفيتامينات دي بتساعد على ليونة المفاصل، فده طبعا بيعالج المفاصل بشكل كويس جدا يعني. يعني انت دلوقتي بتنصحي مريض المفاصل ان هو يجرب منتج جنين القمح بجانب العلاج اللي هو بياخده. اه ممكن قوي. تمام جميل جدا. ده دلوقتي يا دكتورة احنا دلوقتي عايزين نكبر المنتج بتاعك ده ونخليه اعظم مشروع في مصر كلها. الله يخليك. ده ايه بقى يعني الشعب يساعدك ازاي او جمهورك يساعدك ازاي؟ لا، هو احنا يعني هو المشروع ده اهم حاجة فيه التمويل، لان التمويل ده هو اللي يعني بيعتمد عليه كثافة المنتج، لان احنا ممكن نعمل المنتج بس هيبقى بصفة يعني بيبقى شكل بسيط جدا تمام تقديمه للجمهور، لكن لما بيكون على سكيل كبير بيبقى فيه فرصة بقى لإيه، إن هو يتصدر، يعني يتعمل في صورة منتجات زي ما احنا عاملينه في البسكويتات والكحك والنواعم بالعجوة والحاجات دي، يعني بالإضافة طبعا لإنه إيه، ممكن يبقى في عبوات خام، يتباع خام، تمام طب يا دكتور وممكن يعني ممكن كمان يبقى فيه تعامل مع شركات الأدوية تمام بتاخد المنتج ده بتعمله استخلاص وتعمله في صورة كبسولات. تمام بص يا دكتورة احنا عايزينك تقولي للجمهور اللي انت عايزاه منه، يعني انت عايزاه يدخل في اي شرك، عاوزاه يدخل مثلا قدر ايتام، عايزاه يوصل ازاي؟ اه هو ممكن يتعمل بقى في صورة منتجات، يدخل في البسكويتات او الكحك او الحاجات دي او الفطاير اللي هي بالنسبة يعني يتوزع على مستوى الجمهورية، على دار الأيتام، على دار المسنين، على الفنادق، المولات، الحاجات دي يعني. لو حد عايز يعمل المشروع أنا أساعده، واخدة بالك، كدراسة جدوى يعني انت عايزه وبدون رعايه، مقابل. يعني انت عايزه رعايه للمشروع. آه لو في راعي للمشروع يبقى كويس جدا يعني، نفيد الشباب حتى يبقى في فرص عمل ويبقى حاجة ممتازة يعني وحاجة مفيدة للمجتمع. والله يا دكتوره رقيه يعني انت حضرتك شخصيه ناجحه جدا وشخصيه طموحه، الله يخليك، الله يعني يحفظك وعايزه تقدمي للبلد حاجات كتيره جدا جدا. بالرغم ان احنا بنعيش في ظروف صعبه. ومن منبر قناة الصحة والجمال أنا بدعو الناس لأنها تستخدم جنين القمح ده، لأنه مفيد جدا للكبار والأطفال وكل الأعمار، وإحنا برضو يعني ده برضو مفيد للأطفال، لو اتعملت برضو فطيرة بالعجوة للمدارس تضاف ليها جنين القمح. وبطلق يعني مبادرة أطفالنا مستقبلنا، وإن شاء الله نحقق كل حاجة لمصر حلوة، والريس دايما بيشجع الست المصرية إنها يعني تبقى دايما في تقدم وازدهار، وحاجة
يعني بصراحة بنشكر الريس على كل المجهودات اللي بيقوم بيها لصحة المرأة المصرية وصحة المصريين. و دكتورة رقية، أنا بشكر حضرتك على الوقت الجميل اللي أنت قدمتيه معانا، الله يخليك وبتمنى إن المنتج بتاعك يبقى أكبر منتج في مصر كلها، يا رب. ولكن وقتنا خلص بسرعة. وهنختم بقى، تمام؟ اتفضلي. شكرا لكم وإلى اللقاء، وانتظرونا في الحلقات القادمة.